ازيكم يا سنه ثالثه؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد درس جديد بعنوان انواع الاسم. اول حاجه لازم نعرفها يعني ايه اسم. الاسم هي كلمه تدل على معنى بذاتها. يبقى الاسم هو ايه؟ كلمه تدل على معنى بذاتها دون الارتباط بزمن. يبقى الكلمه بتدل ايه؟ على معنى في ذاتها، ما بترتبطش بزمن، مش بيبقى ماضي ولا مضارع ولا امر زي الازمنه اللي احنا واخدينها، لا هي بتدل على كلمه واضحه زي محمد وعلي. علامات الاسم. الاسم ليه علامات معينه. اعرف الكلمه بتاعتي دي اسم ازاي؟ بيبقى فيه علامات معينه ليها. زي ايه؟ قبول الالف واللام. الكلمه اللي قدامي بيبقى فيها الف ولام، زي الشجره، الحديقه، او تنتهي بتاء مربوطه زي بطة، شجرة، تقبل التنوين زي أسد، أسد. دخول أداة النداء، لو أنا حطيت قدامها يا النداء، يا محمد، يا علي، يا فتاة. أنواع الاسم. أول حاجة ممكن يكون عندنا اسم إنسان. يبقى أول حاجة في أنواع الاسم إيه؟ ممكن يكون زي اسم إنسان زي محمد، علي، هناء. قد يكون اسم حيوان زي أسد، حصان، قطة. أو اسم نبات زي شجرة، طماطم، زهور. أو اسم جماد زي مكتب، حائط، شباك. أو اسم مكان زي مدرسة، نادي، ملعب. أو صفة زي كريم، جميل، عظيم. يجي يسألك ويقول لك صنف الكلمات الآتية في الجدول التالي. عندك كلمات وانت هتصنفها على حسب هي اسم إنسان ولا حيوان ولا جماد ولا مكان ولا نبات ولا صفة. هنشوف. طبعا احنا بنختار الكلمة المناسبة وبعدين بنحط عليها دايرة ونلغيها عشان نشوف ايه الباقي. عندك كلمة ايه؟ بقرة، علبة، فيل، برتقال، هناء، مدرسة، ذكي، عادل، نخلة، حديقة، زجاجة، صادق. أول حاجة بيقول لك طلع لي اسم إنسان. أنا بص على الأسماء اللي قدامنا كده، أنا عايز اسم إنسان. عندنا إيه؟ عندنا هناء. أحسنتم، هنكتب اسم هناء. المربع التاني عادل. رقم اتنين اسم حيوان. عايزين اول حاجه عندنا ايه؟ بقره. وايه تاني؟ فيل. طب اسم جماد عندنا ايه؟ زجاجه. وايه تاني؟ وعلبه. احسنتم. اسم مكان عندنا مدرسه وعندنا حديقه. اسم نبات ركزوا، برتقال ونخله. اخر حاجة عندنا صفة زي ايه؟ ذكي وصادق. يجي سؤال تاني اكمل بما هو مطلوب. ذهب العامل الى نقط صباحا. هو عايز اسم مكان. اسم مكان هنا زي ايه بقى؟ فكر كده. العامل بيروح فين؟ المدرسة. احسنتم. ممكن يروح فين تاني؟ المصنع. يبقى نكتب ايه؟ المصنع او المدرسة. زار نقط صديقه المريض، عايز اسم إنسان. نفكر كده، ممكن يبقى إيه؟ محمد. زار محمد أو زار علي أو زار محمود صديقه المريض. عمي حسن فلاح نقط. أنا عايزة صفة. عمي حسن فلاح إيه؟ عايزة صفة هنا مناسبة، ممكن تكون إيه؟ نشيط أو ذكي. أحسنتم. صنع النجار المكتب من نقط. عايز جماد. طبعا كلنا عارفين المكتب بتاعنا اللي بنذاكر عليه هيكون مصنوع من ايه؟ من الخشب. احسنتم. يبقى نكتب كلمة الخشب. نقط من الفاكهة. عايز اسم نبات زي ايه؟ الخوخ. احسنتم. يبقى انا بعرف ان الاسم اللي قدامي ده اسم ازاي. ببص عليه بشوف ابتدى بألف ولام او انتهى بتاء مربوطة او ايه، او في تنوين او يقبل التنوين، تاء
استنى ايه تاني عندي بيقبل حرف الجر او يقبل النداء، يبقى انا بعرف كده اللي ايه اللي قدامي ده ايه اسم، او بيقبل حاجه واحده منهم، لانه مش في العادي بيقبلهم كلهم، هو ممكن يقبل واحده بس، ولو قبل واحده منهم بس يبقى هو ايه هو كده بالفعل اسم.